نلتقيكم في هذه الليلة التي يبحث فيها المنتخب السعودي عن استعداداته للمرحلة القادمة، والتي بالتأكيد هي مرحلة مفصلية باعتبار أن المنتخب السعودي ينظر باتجاه البطولة العالمية، بطولة كأس العالم، والأخضر السعودي هنا في مدينة زايد التي بالتأكيد تعيد له الكثير من الذكريات، تعيد له الكثير من الأيام الحلوة التي توج فيها هنا بطلا لآسيا من قبل، وعام 1996 هذه البطولة التي توج فيها هنا في هذا المكان يستعيد فيها الذكريات في هذه المباراة، وضمن أيضا استعدادات المنتخب السلوفيني. نتحدث عن المنتخب السلوفيني الذي يأتي هنا باللاعبين المحليين وليس باللاعبين الدوليين. السعودي طبعا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، موسم وسنة كانت جميلة سعيدة للمنتخب السعودي. هنا كرة ملعوبة خطيرة من بوكوماتيت، يحاول فيها بوكوماتيت وتسديدة، الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب، إلى الكرة تعود للمفكر لعقل المدبر دائما للمنتخب السعودي تيسير الجاسم السهلاوي، لمسة ممتازة من عبد الملك الخيبري، ممتازة نواف العابد بيحاول أمر تسديدة، يا سلام حلوة من نواف، حلوة من نواف العابد، تسديدة قوية، الكرة بتمر إلى خارج أرضية الملعب. حلو التفكير كان من نواف العابد، لو أنه يعني كان الأفضل أن يمرر الكرة على الجهة اليسرى، وضعية اللاعب المتقدم على الجهة اليسرى حسن كادش. أعتقد هذه مباراة الثانية الودية التي يأخذها مع المنتخب السعودي. كرة ليحيى الشهري نجوم المنتخب السعودي، يعول عليهم الشارع السعودي الكثير، وهنا كرة ممتازة خطيرة تبدو ممكن تعيات كرة في مكان ممتاز، جول جول، الله على هجمة والله على تعيات كرة وعلى تسديدة، لكن الكرة بتضيع، كانت من نواف العابد، وين استقرت وكيف تلعبت، وفي العارضة، في العارضة من تيسير الجاسم، يا عيني يا تيسير، يا عيني يا تيسير، حطها حط، حطها حط. علي السهلاوي يتفوق علي السهلاوي بهدفين، وبالتالي كاد ان يسجل في اللقطه الماضيه، ما تتخلص الكره تعود لصالح منتخب السعوديه. ممتازه تيسير الجاسم، لاحظ عدم المركزيه في اداء يحيى الشهري وتيسير الجاسم في فتح خانات لزملائهم. الله يا تيسير، خطيره، الله يا محمد السهلاوي، خطيره كانت امام المرمى، ضاعت، ضاعت الكرة الماضية أمام المرمى، كاد المنتخب السعودي أن يسجل أيضا في هذه اللقطة الماضية. تعود الكرة من جديد، محاولة مرور، التغطية موجودة، تعود مرة أخرى، إصرار المنتخب السعودي على الاختراق من العمق، الآن التفكير في الجهة اليمنى وإرسال كرة عرضية، لكن عادت مرة أخرى لنواف العابد وتسديدة قوية لكن في إيد حارس المرمى. بعد ذلك استمرارية العطاء وذهاب إلى فرنسا، وبالرأس تتخلص، تعود مرة أخرى، محاولة أخيرة لصالح المنتخب السعودي، لكن الكرة بتتخلص. وهنا مشاهدينا انتهى الشوط وتبقى شوط آخر، يخرج مارفيك وسيد كاتينيتش بالتعادل السلبي، انتهى شوطه الأول بتعادل المنتخبين بتعادل سلبي. الآن بداية شوط المباراة الثاني، شوط أول كان جدا رائع بالنسبة للمنتخب السعودي، افتقر فقط للتسجيل في شوط المباراة الأول، لكن نتأمل في شوط المباراة الثاني أن يكون هناك المزيد من الأهداف والمزيد من العطاءات. هنا كرة موجودة خطيرة لكن سهلة، سهلة في إيد حارس المرمى ياسر المسيلين، ضربة ركنية مرسلة عالية وخطيرة بالرأس لكن إلى خارج أرضية الملعب. يعني الجميل في الأمر أن المنتخب السعودي هو اللي يسيطر وهو اللي يستحوذ أكثر وهو اللي يعني يعمل عمل كبير في سرعة استرداد الكرة حينما تكون في عوزة المنتخب السلوفيني. لاحظ هنا كرة ومحاولة فيها تسديدة سهلة في إيد حارس المرمى ياسر المسيلي، حقيقة تستحق مكانها في مرمى المنتخب السعودي. هنا كرة ممتازة خطيرة وأمامية، لكن خروج لحارس المرمى في التوقيت السليم، خروج لحارس المرمى في التوقيت السليم، لكن مرغم أخاك لا بطل. الآن تبديل، محمد السهلاوي يغادر ويشترك بديل له اللاعب ناصر الشمراني، سيكون بديلا لعبد الملك الخيبري،
عبد الرحمن الدوسري اللي واضع امامنا في الصوره. استلام ممتاز من نواف العابد، يرسل كره لتيسير، تيسير ينزل كرته، ينتظر حسن كادش. العوده الى نواف العابد، نواف يا سلام يا نواف الشهري في مكان، هذه خطيره وفي مكان جول. الله الله يا عيني يا عيني يا عيني على اللمسات السعوديه الراقيه. لاحظ الكره وصلت للشهري ومن ثم عرضيه بهذه الطريقه، وعالطاير يا حبيبي عالطاير سلمان الفرج، لولا حارس المرمى اللي تصدى في اللقطه الماضيه لكان ممكن نشوف هدف ولا اروع فيه. كره موجوده، هذه خطيره، محاوله، يا سلام يا سلام، الله، الكره الى خارج ارضيه الملعب. حلوه من تيسير، لاحظ استلام الكرة ومن نظرة على طول اتخذ القرار بأن شاهد الحارس طبعا يتقدم بعض الخطوات إلى الأمام، حاول أن يرسلها لب اتجاه المرمى من فوق حارس المرمى، لكن بالفعل تيسير جاسم سيكون خارج أرضية الملعب. تيسير جاسم سينزل بدالا له اللاعب حسين المقاوي، بالفعل ينزل لأرضية الملعب. التبديل الثاني لسلمان الفرج، سلمان الفرج سيكون لها عبد المجيد عبد الله. كرة ملعوبة، هذه تبادل كرات على الجانب الأيمن لصالح المنتخب السعودي، عرضية موجودة خطيرة، الله الله، كرة كانت جدا خطيرة لصالح المنتخب الاسلوفيني لولا يعني يقظة حارس المرمى ياسر المسيليم، لولا يقظة ياسر المسيلين. كرونا فيتار على التنفيذ، كرونا فيتار يرسل كرة خطيرة بالراس، اوهو الله، هذه راسية كانت خطيرة لصالح المنتخب الاسلوفيني عن طريق اللاعب ميلينار انطونيو، يرسل كرة راسية بهذه الطريقة. ميلينار انطونيو اللاعب اللي سدد كره بالراس بهذه الطريقه، بينما كاتريتش الاولى من التجمع بشكل جميل جدا، واعتقد بان القادم افضل بالفعل للمنتخب السعودي اذا ما استمر هذا العمل وهذا العطاء وهذا الاستقرار الفني على مستوى الجهاز الفني للمنتخب السعودي، وهذه الاسماء التي تتالق وتتعملق في انديتها في قسمه الاول. اعتقد اذا ما استمرت الامور على هذه الطريقه فلدينا موعد بان نشاهد المنتخب السعودي مع الكبار في كاس العالم. كرة فيها محاولة مرور، عرضية خطيرة أمام المرمى ومحاولة وفيها تسديدة لكن بتتخلص والكرة تبعد من جديد. تعود مرة أخرى للاعب عبد الرحمن أو محمد الفتيل، يلعب كرة على الجهة اليسرى، استلام موجود، محاولة المرور من قبل اللاعب المقهوي، يرسل كرة عرضية أمام المرمى والكرة بتتخلص، عادت من جديد، لمسة وصلت في مكان خطيرة، هذا ما يبحث عنه المنتخب السعودي. أعتقد الآن المنتخب السعودي في فرصة بأن يسجل، بس تيسير الجاسم طلع من الأقرب للتسديد، نواف أنا أعتقد هو الأقرب، لكن عبد المجيد يسدد والكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. وعلى نهاية هذه التجربة السعودية في مواجهة المنتخب الاسلوفيني، الآن هجمة مرتدة، الآن الأفضلية عددية ممتازة، ممكن صناعة هجمة خطيرة لصالح المنتخب السعودي. تأخر نواف العابد، أرسل كرة عرضية خطيرة بالرأس لكن الكرة مبعدة إلى خارج أرضية الملعب، ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح المنتخب السعودي. نواف العابد على التنفيذ، يرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، هذه تتخلص، عادت من جديد الكرة من الشهري لنواف، نواف يحاول مرض، نواف الكرة معاه، يرجع كرة للشهري، يا سلام تبادل الكرات على الجانب الأيسر، طلب الكرة دائما داخل منطقة الجزاء، محاولة المرور، كرة في مكان عبد المجيد يرسلها عرضية لكن الكرة أيضا تتخلص. واضح لدينا فان بومل بالمناسبة، منصور الحربي نزل إلى أرضية الملعب. بينما هنا مشاهدينا متابعينا عبر قنوات ابو ظبي الرياضيه تنتهي هذه المباراه وهذه التجربه
للأخضر السعودي أمام المنتخب الإسلوفيني.